بشراكة مع جمعية أصدقاء الشريط الوردي لدعم النساء المصابات بسرطان الثدي، طرحت وومن سكرت للملابس الداخلية خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء مجموعتها الجديدة من حمالات الصدر لنساء بدون ثدي بعد خضوعهن للجراحة بسبب السرطان. هذا اللقاء هذا بعد ما فكروا الناس اللي كيديروا هذا الشيء ديال لانجري بور لي فام، شفنا باللي المريضات في المغرب ما كيلقاوش لي سوتيان غورج من بعد اون ماستيكتومي، من بعد ما كيحيدوا الثدي ديالهم، وبقينا نقولوا ما يمكنش، لانه بقينا كنوصيو في واحد جاي من اسبانيا، شي واحد جاي من فرنسا، كاين المراه اللي مسكينه ما عندهاش، ما لقاتش كيفاش تشري اون بروتيز، كاين اللي كدير تقشيره، كاين اللي كدير لا بروتيز، دونك فكرنا باش جوستومون تكون هاد لا غام افيك وومن سيكريت. ونهار اللي جات لعندي ملك الثاني كي لا فرانشيزي دو وومن سيكريت في المغرب، قالت لي ودي راه بغينا نديرو واحد لا غام نخصوها السيدات اللي محيدين التادي ديالهم. قلت لها زعما فكره جيده، والحمد لله فكره جيده. الرساله وهو رساله، اولا رساله امل للسيدات اللي عانوا بسرطان التادي وحيدوا التادي ديالهم او الاخرين، وواحد الرساله باش نقولوا للسيدات اودي راه يمكن لكم تعيشوا عادي، يمكن لكم تلبسوا عادي، وإلا خديتوا هاد لو سوتيان غورج ما غيكونش الفرق ما بين التاديد اليسار أو التاديد اليمين، دونك غادي يتحملوا أحسن المرض وغادي يتقبلوه. هاد لا كوليكسيون صوبناها بمناسبة العيالات اللي داروا لوبيراسيون ديال الكونسير دو سان ولابسين لا بروتيز. دابا شنو تيوقع هي هاد النساء ملي عندهم لا بروتيز خصهم يمشيو لشي ماكازان سبيسياليزي باش يشريو لي سوتيان ديالهم، و ما كتبقاش عندهم هذيك الصفه ديال المراه. حنا شنو بغينا مع مومن سيكريت، لاكومباني لي فام من الصغر من لادوليسونس للعرس افيك لا كوليكسيون ماريي لي مامون مع لا كوليكسيون غروسيس، علاش ما نكونوش مع هاد العيالات حتى هما اللي باغيين يبقاو مراه وما باغيوش يكون زعما ناقصه عليها شي حاجه من العيالات الاخرين. دوك يمكنهم يجيو عندنا، وعندنا سوتيان لي زوين بلو كوتون، دونك كونفورتابل وما فيهش الخياطه، ما فيهش لي زارماتور، دونك لو كونفور كاين. سي سوتيان لي كنلبسو مع واحد لا فونداسيون في اسبانيا ديال الاطباء اللي تيخدموا مع في هذا الموضوع، ويمكنهم يجيو ويشريوها بحال اللي كانوا كيمشيو يشريو قبل ما يمرضوا، ويبقى عندهم هذه الصفه ديال المراه، ويبقاو يحسوا براسهم زوينين وفوالا. الحمالات الجديدة بعد استئصال الثدي خطوة تسعى من ورائها جمعية أصدقاء الشريط الوردي ومجموعة وومن سكرت إلى مواكبة النساء المصابات بالسرطان ودعمهن في مراحل حرجة من حياتهن.